انطلقت أمس منافسات بطولة الخليج التاسعة لكرة السلة على كراسي المتحركة بمشاركة 4 منتخبات خليجية، وقد دشن منتخب الكويت مستضيف البطولة وحامل لقب النسخ الثمانية السابقة مشواره بفوزه على شقيقه البحريني. وفي لقاء آخر تغلب المنتخب السعودي على شقيقه الإماراتي ب 67 نقطة مقابل 34. التفاصيل في سياق تقرير الزميل رائد الشمري. بحثاً عن لقب تاسع تاريخي سيسجل لمنتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة مع افتتاح البطولة الخليجية التاسعة والتي شهدت نجاحاً تنظيمياً وحفلاً مبسطاً ومعبراً في الوقت نفسه لروح الأسرة الواحدة الخليجية. حقيقة يعني الافتتاح بحضور الوفود المشاركة وكان يعني نقول مميز ببساطته، مميز في تجمع أشقائنا من دول الخليج، وهذا أكبر مكسب وأكبر نجاح لنا إحنا بدولة الكويت، هذا التجمع الخليجي بأشقائنا. طبعا المنتخب الكويت لعب مباراة الأولى مع منتخب البحرين وقدم مستوى يعني رائع. اجتمعنا اليوم الدول الست على أساس البطولة، وإحنا في اجتماعنا هذا أو احتضاننا حق البطولة يعني أهم شيء أن يكون التجمع، تكون التعاون، المحبة، المودة أكثر من اللي راح يفوز أو هذا، وطبعا المجتهد هو راح يفوز. الحمد لله اليوم فزنا على منتخب مملكة البحرين في الافتتاح البطولة، البطولة التاسعة على الكراسي المتحركة، والحمد لله يعني الضيوف يثنون على هذا الافتتاح والحضور والتنظيم المميز. مو غريب علينا دولة الكويت تنظيم التاسعة، وحنا أبطال البطولة للمرة الثامنة وهذا التاسعة، وإن شاء الله الجاية أكثر. ومع نجاح حفل الافتتاح ضرب منتخبنا الوطني بقوة منذ البداية، مقدمين مستوى فني عال بعد تحقيق الفوز على منتخب مملكة البحرين الشقيق وبفارق وصل إلى 25 نقطة، أحكم فيها منتخب السلة الكراسي المتحركة قبضته العديدية محققا انتصارا عريضا وبنتيجة 56 مقابل 31. الحمد لله اليوم بلشت بطولة الخليج على كراسي المتحركة كرة السلة، ومباراتنا الأولى اليوم افتتاحية كانت مع البحرين، والحمد لله كان مستوى طيب والشباب أمانة كلهم أدوا، والحمد لله نطمح إن شاء الله ناخذ البطولة إن شاء الله بإذن الله. احنا فريقنا الحمد لله راضين عن مستوانا، والفريق الكويتي مبروك لهم، وفي النهاية كلنا إخوان، يعني احنا غالبين أي حق غلب، يعني أهم شيء التجمع مثل ما قلت والقعدة وكلنا عيال عام يعني، والحمد لله البطولة وايد حلوة. يبقى الدعم الكبير من الدولة لرياضة المعاقين سر تألق أبطال الكويت في مختلف المحافل، هذا وستكون المنافسة عامية في ظل مشاركة منتخب الإمارات العربية المتحدة والمنتخب السعودي الشقيق، فيما حالت الظروف بعدم مشاركة منتخب السلطنة العمانية وأيضا المنتخب القطري الشقيق والذي يعد حديث التشكيل في هذه اللعبة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.